بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمتو بشير شهرنام أتاين بطل دينا جاشتر أنتم بلانسون أورم بطارو أستاذ محمد موزي إنجرينشدن وشو وقتتن فايدالانب سيزدرگ Kırgızistan Müslümanlar Dini Başkanlığı'nın Adaleti Muftiniz salamın. Oşonmen bir yerlikte Batyanoğlu Müslümanlar Taziyatı'nın salamın. Cemaat'ın salamın. Ceket özün salamın da sizlerge. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmatlı atalar, hürmatlı Müslümanlar, hürmatlı Cancer elinin turgundarı. Ailenin turgundarı. Mınavul sizlerde hazır. Bu canı açılıp yaptan mescidinizler mübarek olsun. Bana gelecekten Ramazan ayının aldığı da açılıp yaptan mescidinizler minin. Bana gelecekten Ramazan ayı bardığınızlara kutlu olsun. Uluk gün dördünü aldığı da açılıp yaptan. Bu da halese bu mescidinizler açılgandan keyin. Bu da halese bir yerde beş vakit namaz cemaat minin toktol olsa degen bardığınızın niyeti yüz. Vadduyuf-ül kiram, evlemâ min Betkil ve ahli mantıka Cenecir. نهنئكم جميعا ونهنئ انفسنا بافتتاح هذا المسجد المبارك مسجد عبد الله احمد رزق رحمه الله ونسال الله سبحانه وتعالى في هذه الساعه ان يتقبل من المحسن الكريم هذا المسجد وان يبني له به ان شاء الله قصرا في الجنه بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولعل ان شاء الله من علامات قبول النفقه ان المسجد ان شاء الله سيفتح قبل رمضان فسيكون في ميزان حسنات المنفق الكريم صلوات أهل المنطقة هذه إن شاء الله منطقة جنجير من في صلاة من الصلاة والعبادة والذكر في شهر رمضان المبارك إن شاء الله وكذلك علامة على حسن وصدق نية أهل منطقة جنجير حيث اجتهدنا جميعا أن ينتهي المسجد بهذا الشكل الطيب والجميل قبل رمضان المبارك بفضل الله عز وجل. كريم رحمه الله قد أدى ما يجب عليه في ماله ببناء هذا المسجد بقي واجبنا نحن نحو المسجد واجبنا بإعمار هذا المسجد بالصلاة والذكر والاعتكاف والتعلم فيه إن شاء الله وكما قال المشايخ قبلي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وإذا كان الإنسان إذا ذهب للضيافة فإن صاحب البيت يكرمه فكيف بنا إذا جئنا إلى بيت الله
فإن شاء الله الإكرام واجب وبزيادة إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته يبتغي المسجد وهو متوضئ فكانت خطواته واحدة تمسح سيئة والأخرى ترفع درجة. وكما قال أيضا في حديث آخر أن المسجد بيت كل تقي، وأن المسجد أيضا سيأتي يوم القيامة ليشهد للمسلمين الذين صلوا فيه عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يتقبل من المحسن الكريم نفقته، وأن يتقبل من جميع إخواننا في منطقة جنجير والقضيات، وأن يجعل هذا المسجد شاهدا لنا جميعا إن شاء الله لا علينا، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بجمعنا هذا إن شاء الله في مستقر رحمته إخوانا على سر المتقابلين مع المنفق الكريم عبد الله أحمد رزق رحمه الله. جشلرن سنلي اسمه شوم هذا سكتة سكتةس نملار بعد وقت وشنداي مشكر بزن هاي لايما ونقولين أنا بزن أزرق جشلروس شوم مسلمان شرقا بيرلب namazlar dışında zamanla meşgilerde gelip okup tarbiye talim alsınlar. Şükran ya Rabbi şükran. Damla kaç. Koy damla. Şükran ya Rabbi şükran. Şükran ya Rabbi şükran. Şükran ya Rabbi şükran. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا